أول الغيث قطرة، كانت عنوان المعركة التي أطلقها ثوار اللاذقية لضرب أبراج الموت ومنها برج خربة سولاس، المرصد الذي يستهدف جبل التركمان بوابل من القذائف والصواريخ، إضافة إلى مراصد أخرى مثل برج 45 وبيت حليبية وبيت عوان. بإذن الله تعالى سيتم رمي الآن الصواريخ على مقر الشبيحة في ريف اللاذقية. بدأت معركة أول الغيث قطرة الساعة 10 صباحا، وما هي إلا نصف ساعة حتى سيطر الثوار على برج خربة سولاس. باغتهم ثوار اللاذقية بوقت لم يتوقعه جيش النظام ولا شبيحته، واستطاعوا طردهم من المرصد ليكثف الطيران طلعاته الجوية ويستهدف محيط المراصد التي نشبت فيها الاشتباكات، حتى أنه دك الحصون التي كان جنوده يتمترسون بها. كبد الثوار قوات الأسد خسائر فادحة بالأرواح والعتاد. لم يتسنى لنا التأكد من صحة أرقام القتلى لجيش النظام، فمعظم الاشتباكات كانت بعيدة. ارتقى خلال هذه العملية 9 شهداء، وأسعف باقي الجرحى للمشافي الميدانية لتلقي العلاج، والذي يبلغ عددهم حوالي 20 جريحا. قادمون إليكم يا عصابات الأسد، سوف نبيدكم كلكم بإذن الله تعالى. الاشتباكات استمرت عنيفة بعد سيطرة الثوار على محور خربة السولاس وبيت حليبية، فالنظام لن يترك مثل هذه المواقع الاستراتيجية تخرج من تحت سيطرته، فجهز بحشود كبيرة ليرد على هجوم الثوار. من جبل التركمان، يامن عراج لأورينت نيوز.